حذرت دول مجلس التعاون الخليجي لبنان من مغبة عدم التزامه سياسته الرسمية النائية بالنفس حيال سوريا، داعية اللبنانيين إلى تفادي كل ما من شأنه تعريض أمن بلدهم واستقراره للخطر. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للمجلس أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أمس قلق المجلس من مواقف لبنان الأخيرة وبعض الأطراف اللبنانية من الأوضاع في سوريا التي لا تعكس سياسة النأي بالنفس التي أعلن لبنان التزامه بها.